لانه اليوم عاملين سلطه فراح اقطع هلا الثوم. اليوم ما في فتوش، اليوم سلطه. هقشر الثوم، ما بدي كثر ثوم على الصدر اليوم، هيك عانن بالي كتر لكم هيك الثومات على السلطات اليوم. ادم اليوم ايه بينعشي بهذا الوقت وتضلها ما بتقول له نو اوكي نو هو ما بعرف بهذا الوقت عم بيصير بصراحه كثير خمول، ممكن لانه يعني كلش العين اتعتى بصير خمول. ايه امبارح نزع محاشي وزاد كمان محاشي ما سويناهم، فاليوم كمان في محاشي فريش حيكون تنور هدول مخبيهم انا وياكي ناكلهم انا وياكي. بس انه هدول بدي اشوف اسوي اخر واعي بما انه الكميه تبع السلطه. عم بستنى الزيت ليحمى كرمال نقلي سمبوسك. خلصنا الفطار وجهزنا اليوم هيك خلصنا شو عم بكير. تخيلوا لسه في تقريبا 12 دقيقه للقدام، بالعاده بيقدم ونحن اصلا ما بتكون خالصه سفرتنا. يلا الكبسه بدنا نسخنها بدنا نحط الكبسه نسكبها. يا سلام هدوء اليوم، ما في عجقة ما قبل الافطار. فيها هون كمان سخناهم اليبرق شايفين دول هم سخنين. عملنا تشكيلة حلوة اليوم بس الصحن كتير سخن. حط هاي قاعدين انا وماريتا تمام. عم نستنى هلا انا وماري اليكس وعمار ليرجعوا على اساس بدي اخذها على السوبر ماركت لانه انا كمان بدي اروح. قلت لها بس ما رح اشتري لك كثير اشياء. عم شو قالت لي؟ شو قلت لي؟ انا بدي اشتري خمس لعمري. قال ايه معناتها بشتري خمس اشياء على عمري بما انه هي عمرها خمس سنين، يعني انه ما بتطلع بشغله شغلتين لازم. فشوفوا شو اخترعت هي. اخترعت انه اجيب خمس اشياء انه على عمره. لا بتجيب كل ستة ترتيبة، كل سبعة عشرة. يعني هلا انت مجهزة الله من اول ما قلت لها شوفوا قعدت وجهزت حالها وهم شي حطت النظارات هون. ييه بدك تصيري بعمري؟ كثير لسه مطولة انت تصيري بعمري. انت كم عمرك؟ انا عمري 23 أليكس ما عم يخلي حدا يقرب عليك. تعال 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 نفجر الألوان الخرافية. شو يا عمري شو؟ تعال شوف تعال تعال يلا ها شوف يلا شوف شوف شعري من لك غاد كلهم بدهم يشوفوا شعر أليكس. كلياتهم بدهم يطلعوا لهون. هم دللوه شو دلل أليكس عند الحلاق؟ شوفوا شوفوا بدي فرجيكم شوفوا شو
شايفين هذول قاعدين هون؟ انا بدي كرم الشاني. بس هي للصبيان ماري. شوفوا لون الاصفر والرمادي والاخضر والاحمر وجليتر. نعم. شوفوا كم واحد مجمع عند اسراء هون ما شاء الله. يا الله عارف شو عارف سوبر ماركت؟ ايه والله انتو مين؟ انا وماري انا وماري كل يوم نروح سوبر ماركت انا وسوي سيد مين ادم؟ لك هذا ادم هذا ادم ما في ادم ما في صبيان ما في وهذا ليومي تعال ليومي تعال ما في بس بنات يعني وهذا ليومي مشوار مشوار بنات بس وهذا ليومي الدومي هذا اليكس وليومي بيكابو بابا بيك شو 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 وين بدكم تروحوا وين وين نحن على اساس انا فتت على المطبخ بدي اعمل فنجان نسكافيه لماما من نص ساعه قلت لي امي اعملي لي فنجان نسكافيه كرمال صحصح لا بابا انا وعلى الشكل تبعيتي يا ادم وليام يلا ممكن اعطيني الشكل تبعيتي شكرا يلا ممكن تنزلوا يلا شوي شوي اوكي شوي شوي اعطيني يلا جيب هلا فنجان النسكافيه انا لك ماما هلا ما تعصب علي لانه اخرتي من وقت تاخرت انا بدي اسوي لها كاسه النسكافيه ما بعرف كان بدي بلشت في وقت كنت عم بحكي مع مريتا بس لما اجى عمار واليكس شفت شعرات اليكس التهيت معه لي قهوه ما بعرف شو قصده بالقهوه انه نسكافيه ولا القهوه العربيه ولا القهوه التسيه بس انا بعرف متاكده شو ما اسوي لماما من تحدياتي بتقلي اوكي انا غاليه المي حسن انت شايفه شو يا عمري شو بدها تفتحي له مي لانه مو مفتوحه ما عم يعرف يفتح لحاله ماري شو قلت لك انا مو قلت لك لازم تكوني كثير شطوره للروح وتساعديني ساعدي وانا لما بدي اخذ مريتا على السوبر ماركت واقول لها كل شيء تسمع كلامي شوفه مريتا تعي تعي انا بدي اخذك على السوبر ماركت ايه اعطيني بوسه يلا هون كمان لا انا بعمل انت اختاري يلا انا هون بلاك شو بلاك شو شير بلاك شو كمان سبقتيني انت سبقتيني شو هالحمرة ورجيني ورجيني الحمرة الحمرة مين حط لك اياها انت انا حطيت لك اياها عشان هيك نصير تعب انا وياك السياره هون معك مفتاح السياره كمان يلا تعال لا ما راح اقول لسيره سيره سبقتنا انا وياكي تخيل قلبها مبسوطه هلا لا مريتا مو عاطفه رحت لها اي اي اصلا بوت بوت ما وجعني ما وجعني بس هون وين حاطه مفتاح السياره؟ هون حطيتي هون ورا بالزيبه ايه دخيل قلبك وانا كمان بدي اسوي بوتي يلا ماري ما يصير يلا 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 مبسوطة يعني مو عاطفة رحت لحد حالنا الدنيا بس مريتا مو لازم تستنيني استنى لازم تستنيني صح ولا لا؟ هروح لحالي انا بدي اياه هاتي ايدك 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 اي بد وكمان اشتري لحالي يلا اعطيني ايدك كثير هالسما بس ما تضيع مفتاح السيارة اوكي اتفقنا شو شو ادم هل شو رأيي؟ لا اسمع السؤال هذا يلا شخص ودك تعطيه كف الله واعطيه كف تضربيه كف